اهلا بيكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في حلقه جديده من برنامجكم عبر الكتاب برحب بيكم برحب بالدكتور اشرف عزمي اهلا, أهلا بيك. وسهلا بيك يا أهلا بيتر بيك. وبرحب كمان معاك بكل المشاهدين في كل مكان اهلا بيك يا دكتور م. بذكر المشاهدين في كل مكان بان احنا بنكمل النهارده سلسله دراستنا وبحثنا في العهد القديم وبالتحديد في رساله او سفر التكوين آه، انتهينا في الحلقة الماضية من الجزء الأول من آه، سفر التكوين اللي هو ابتدى من الأصحاح الأول للأصحاح الحادي عشر. انتهينا من جزء البدايات أو الجزء البدائي في سفر التكوين. م. النهارده هنبتدي من أول الاثناشر الـ12 في رحلة جديدة ومع بداية آه، أولى الشخصيات الهامة جدا اللي منها تفرع كل شخصيات الكتاب الأساسيين في العهد القديم وبالتحديد في سفر التكوين هو أبو الآباء وابو الإيمان وخليل الله وألقابه معروفة لنا ومتفق عليها في كل العالم مع كل الخلفيات لا حد لا أحد يختلف عليه اللي هو يعتبر بداية تاريخ الآباء من الأصحاح الاثناشر بس حابب كده دكتور أشرف عزمي تاخدنا كده بسرعه في مقدمه سريعه مم. عن الفتره الاولى من ما قبل تاريخ الاباء اللي هي فتره البدايات مم. بسرعه كده تدينا نظره بأكيد. شامله عامه عليها وبعد كده تبدا لنا الكلام. جميل النهارده كمان 21 مارس آه. مش بس بدايه الربيع لكن عيد الام في أكيد. مصر وفي البلاد العربيه آه. فاحنا كمان في البرنامج انا وبيتر بن بنهنئ كل ام وكل زوجه وكل اخت في العالم العربي ونصلي ان الرب يبارككم ويستخدمكم وتكون السنين اللي جايه في حياتكم مليانه بالبركه والنعمه لانه دور الام ودور الزوجه والاخت دور مهم جدا وليها مكانه كبيره في قلب المسيح وفي خدمه السيد فحبينا أكيد. بس انه وأنا كمان بضم صوتي لصوتك <applause> وبهني كل ام وكل اخت وكل أيوه. امراه فاضله في كل مكان نشكر أمين. رب لأجلهم امين آه طبعا آه زي ما انت ذكرت انه سفر التكوين آه بينقسم الى قسمين اساسيين مم. واي واحد بيقرا فينا قسم التكوي... التكوين سفر التكوين هيلاحظ التقسيمه دي بسهوله قوي عندنا تكوين 1 الى 11 كويس وده اتكلمنا عنه اتكلمنا عن الخلق اتكلمنا عن ادم وحواء واتكلمنا عن السقوط واتكلمنا عن آ... النسل والطوفان و... وبرج بابل كل المواضيع دي م. المهمه فده بيطلق عليه التاريخ البدائي او الاستهلالي كويس آ... ده من 1 الى 11 بعد كده بيبدا من 12 الى خمسين بيكلمني عن تاريخ الآباء أو تاريخ زي ما ربنا خلق الكون هو خلق الأمة اليهودية م. يعني ده يعني الله اللي خلق الكون وزي ما موسى هو الكاتب موسى قبل ما يتكلم عن الله اللي خلق الأمة اليهودية عايز يقول لهم يهوى أو إلهنا مش بس هو إله بيصنع شعب لكن هو ده صانع العالم كله. ده هو الاله الذي قال فكان وامر فصار هو اللي خالق هو الاله المتحكم في كل مجريات الاحداث والتاريخ وال... وسيد الارض كلها. فتاريخ الاباء طبعا عندي هنا بيشمل ابراهيم واسحاق ويعقوب وفي يعقوب بيجي عندي يوسف كحلقه نقل بتاخدني ما بين من كنعان وتنزلني الى مصر وده هنتكلم عنه لما نجيله الى سفر الخروج القسم الاولاني زي ما قلت في كذا نقطه مهمه قوي في الخلق الكون وفي ادم وحواء وفي السقوط وفي قايين وهابيل ثم من نوح من ادم الى نوح سلسله النسب اللي في اصحاح خمسه م. وبعدين بيجي عندنا الطوفان اصحاح خمسه وسته وسبعه وثمانيه وبعدين عهد الله مع نوح والخليقه من اصحاح تسعه والأمم والشعوب في أصحاح عشرة وبرج بابل في أصحاح 11 وبعدين بينقلني بعد كده نسل سام لأنه النقلة دي هي اللي بتسميها ترانزيشنال يعني ترانزيت فبياخدني من نسل سام ويدخلني إلى إبراهيم كويس م. أنه ده بقى إيه زي ما احنا بندرس في خطة الفداء والخلاص أنه المسيح أو الرب يسوع المخلص هيبقى نسل المرأة هيبقى من نسل سام وبعدين يكلمني بقى عن إبراهيم اللي أتى من نسل سام إلى آخره ويبدأ يديني تفاصيل عنه ده نهاية الجزء الأول الأولاني بالضبط الجزء الثاني بقى اللي هو بنبدأ فيه النهاردة ابتداء من أصحاح 12 بكلمنا عن إبراهيم وبيكلمنا عن إسحاق بيكلمنا عن يعقوب وبيكلمنا عن يوسف يعني الجزء الأولاني فيه أحداث مهمة قوي الجزء الثاني فيه شخصيات مهمة جدا وده كله في حاجة مهمة قوي بنسميها تاريخ الفداء أو تاريخ الخلاص يعني يعني الخلاص بالمسيح يسوع ما كانش حدث جيب الصدفة لكن هناك تاريخ طويل جدا من الاعلانات خلاص. الالهيه والتجهيز الالهي ويعني كده حتى بولس الرسول يقول انه في ملء الزمان ارسل الله ابن لما جاء ملء الزمان ف... فهناك ملء للزمان اكتملت فيه هذه النبوات واكتملت فيه هذه الاحداث حتى يصل المسيح الى العالم ويتمم الخلاص والفداء اللي صنعه على الصليب وبقيامته من الاموات. ونعتبر انه ابراهيم هو بدايه خطه او بدايه تاريخ بدايه خطه الامه اليهوديه، دخول م. الامه اليهوديه في الصوره م. لان الامه اليهوديه دي هتبقى هي المصدر للاعلان الخاص. م. يعني عندنا الاعلان العام الله كان بيتكلم في الطبيعه وبيتكلم من خلال الضمير الانساني والتاريخ م. لكن هنا يبدا بقى الله يتكلم من خلال الانبياء ويتكلم من أشخاص. خلال الاباء ويبدا الاعلانات الخاصه الجزء المهم جدا في الوحي الالهي من خلال الامه اليهوديه. رائع. فده ده ده جزء مهم. احنا النهارده واقفين قدام اهم او اولى الشخصيات بالزبط. الاساسيه في في رحله الخلاص زي ما حضرتك بتقول. م. ايه اهميه دعوه ابراهيم؟ جميل في اكثر من سبب لاهميه دعوه ابراهيم او خلينا نقول اهميه نشاه الامه اليهوديه كويس زي ما احنا قلنا في في تكوين عشرة الاسبوع اللي فات م. تكوين عشرة من الحقائق اللي بيقولها لنا تكوين عشرة بكل وضوح هو انه الله له كل الامم وله كل الشعوب هو ليس اله لوكال مش اله محلي م. يعني دايما في الحضارات والثقافات القديمه بالاخص لما نرجع الى 2000 سنه قبل الميلاد انه الالهه كانت الهه محليه مم. يعني الهه المصريين ممنوع يشاركوها مع مع غير المصريين مم. يعني دي بتاعتنا احنا لانه دي مصدر قوتنا ومصدر سر نصرتنا ومصدر الحضاره ومصدر ف... فهو يخاف يشارك الهته مع الامم الاخرى لالا الامم الاخرى تشاركوا في المجد اللي هو فيه مم. اله ملاكي يعني اله م... بالضبط <applause> <applause> يعني اله, إله خاص <applause> فانت عندك الهه المصريين دي الهه خاص مم. وترتبط بالمصريين مم. وترتبط بمصر كويس ويمكن لو خرجت بره مصر ما تعرفش تعمل حاجه. يعني يعني هي مصدر قوي بالظبط اه يعني الالهه بتاعتنا دي بتاعتنا احنا في المكان دون لو خرجت بره مصر ما تعرفش تعمل حاجه. كويس؟ لما تروح لبابل نفس الفكر عندهم الالهه الوثنيه بتاعتهم، تروح لاهل كنعان نفس الحكايه، لما تروح للحثيين في الشمال نفس الحكايه، فالالهه دايما في العهد القديم الاوثان كانت الهه لوكالز الهه محليه كويس لما يجي بقى عن الرب يكلم في وده اختلاف جوهري في الكتاب المقدس لما يجي يكلمنا عن يهوه يكلمني عن الاله الذي له كل الارض وله كل المسكونه الاله الذي صنع الكل والاله الذي اوجد الكل الذي بيده ايضا ان يحيي ويميت عشان كده حتى لما نروح لسفر الخروج واحده من الحاجات اللي ربنا كان يقولها دايما لموسى مم. ان من خلال الضربات ان اللي كي يعرف المصريين رب يعني انا انا مش اله بتاع اليهود مم. انا ال الاله الذي له العباده والسجود والاكرام في كل الخليقه لانه هو الاله الحقيقي الوحيد ففكره انه الله لوكالز الامه معينه دي مش موجوده في الكتاب المقدس طب معلش يا ابونا مم. يعني السؤال اللي ممكن يكون سؤال اتجاوب عليه مم. او سؤال اطفالي شويه بس بيهم ناس كتير وناس كبار بتساله كتير لما هو اله الكل ليه اختار شعب كويس ليه بلاقي كتير شعب الله في الكتاب المقدس م -م. في العهد القديم شعب الله م -م. كان دايما مع شعب شعبه شعبه ليه شعبه خصته الى خصته جاء اللي هو شعبه وخصته لن تقبله برضه بحس اوقات إنه انا بقرا كده انه ليه عيلته كويس ليه مجموعته أه هنتكلم عن الجزء ده واحنا ماشيين بس خلينا اقول طب ليه ربنا اختار أمة يعني أمة وصنع أمة زي الأمة اليهودية. أول حاجة الله علشان يتمم الفداء والخلاص ويحل مشكلة الخطية اللي بدأت في أصحاح ثلاثة والسقوط بتاع آدم وهكذا اجتاز الموت إلى الجميع كان لابد أن يأتي المسيح. مم. والمسيح علشان ياتي هو الكلمه الذي صار جسدا، لكنه ايضا لابد ان ياتي بحسب الجسد، لابد ان يخرج من يعني يبقى زينا انسان بلا خطيه لكنه زيي وزيك، فهو لابد ان ياتي من 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 شعب من من نسل من من عيلة من عيلة، مم. فكان دخول الامه اليهوديه هو التمهيد لمجيء المسيح مم. من هذه الامه كويس؟ فربنا اختار ابراهيم ومن ابراهيم كبرت هذه الامه ومن ابراهيم اتى داود ومن بيت داود اتى المسيح كويس فاختيار الامه اليهوديه كان هو المفتاح لحل مشكله الخطيه يعني, يعني حضرتك تقصد انه بس علشان يبقى في عيله او تسلسل يجي منه لكن هو محبته للكل محبته للكل ربنا وخلصه للكل بالظبط هكذا م. احب الله العالم فمحبته للكل م. وحتى هو قال للامه اليهوديه اكثر من مره في سفر التثنيه سبعه وثمانيه وتسعه و ليس لانكم افضل وليس لانكم اكثر وليس لانكم اعظم اختاركم الرب م. لكن من محبه الرب اياكم م. يعني هكذا الرب اختاركم عشان يتمم حتى في دعوه ابراهيم لما نيجي لابراهيم نتكلم عنه بالتفاصيل وعهد الله انه رؤية الله من خلال ابراهيم هي للعالم مش ل, مش ل, 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 لحاجه معينه وده واضح في وعوده بالظبط رؤية الله انه انه يكون ابراهيم بركه للعالم مم. انه 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 به تتبارك جميع قبائل الارض ومن خلاله مم. مم. فاختيار الله للامه اليهوديه كان المفتاح اللي في فكرة الله وخطة الله منذ الأزل م. أنه يدخل من خلاله الحل لحل مشكلة الإنسان وهي الخطية أنه يأتي المسيح ويموت نيابة عن البشر حاجة الثانية الأمة اليهودية قدمت نموذج ما هو ربنا حاب يقدم للعالم نموذج نموذج مرئي عن غفرانه م. وعن طول أناته وعن صبره وعن رحمته وعن إحسانه فالامه اليهوديه كانت النموذج للعالم اللي من خلاله يظهر الله غفرانه ويظهر الله نعمته تجاه البشر كلهم يعني يعني اذا النهارده الكنيسه الكنيسه هي النموذج عروس المسيح اللي موجود في العالم اللي, اللي من خلاله غير المؤمنين بينظروا اليه فيروا كيف ان الله كويس افتقد الانسان وغير حياته وازاي انه المسيح غير حياه ناس وجعل منها اناس يعني قديسين وابرار أه بهذا الشكل، فالكنيسه وجودها النهارده مش انها لانها افضل من بقيه العالم، لكن لانها لخدمه العالم انها توصل محبه الله للعالم، الامه اليهوديه كانت النموذج اللي اختاره الله اللي من خلاله يوصل محبته وغفرانه الى العالم. كويس؟ فده كان الغرض من من اختيار الامه اليهوديه. الغرض الثالث انه تكريس الامه اليهوديه كان نوع من ايضا الشهاده عن وجود التكريس للاله الخالق الوحيد. انه طبعا المفكرين الليبرالز شويه والمتحررين في نظرتهم للكتاب المقدس بيقولوا لنا انه لا الـ 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 الامه اليهوديه وصلت الى التوحيد بعد مراحل طويله جدا زي ما زي ما الانسان تطور من كذا وكذا وكذا وبي انسان آه الفكر كمان تطور من تعدد الالهه الى الى الاله الواحد فكره الاله الواحد اه فطبعا ده آه لما نقرا الكتاب المقدس ده عكس اللي بيقوله الكتاب المقدس ليه لانه الكتاب المقدس من بدايته الايمان بالاله الواحد ده وكانت تبقى خطيه لما كانوا بيعبدوا الاوثان وكان الله بيدينهم على عبادتهم للاوثان فليس الفكر اليهودي عن الله فكر متطور ده من البدايه هو فكر صحيح لانه اعلان الله الفكره عشان كده اللي بينادوا بهذه الافكار بيرفضوا فكره الاعلان الالهي لكن احنا بنعلم ان إن الله تكلم انه كل الكتاب موحى به من الله وعشان كده من البدايه انه في البدء خلق الله السماوات والأرض انه من البدايه انه لا يكن لك آلهة أخرى أمامي من البدايه للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد من البدايه حتى ابراهيم يعني ابراهيم لم يكن في مسيرته مع الرب متعدد الالهه ابراهيم م. كان مؤمنا بالاله الواحد فاختيار الامه اليهوديه هو تكريس لل... لل... لعبادة الرب الواحد ما بين الامم وعلى فكره الامر ده كان شاذ يعني يعني وجود شعب بيعبد اله واحد ده كان شاذ لم يكن النورم كان الشاذ كان على قد ما تبقى عندك الهه على قد ما انت تبقى فخور م. يعني يعني عارف اللي هو تكتر منهم دول عشان يبقوا فكل ما انت يبقى عندك الهه كتير كل ما انت يبقى عندك اه ما انت ممكن تصلي للاله الفلان ما يستجبش فتروح للاله الفلان م. ما انت ممكن تغلط فبدل ما تروح للاله بتاع الخصوبه تروح للاله بتاع مثلا النار وال ف... فانت عندك على على قد ما انت عندك تعدد الهه على قد ما انت عظيم شعب عظيم. كويس؟ وحتى المصريين كانوا دايما يفتخروا بكده. يعني زي ما قلنا قبل كده المصريين لم يوجد كائن الا وعبدوه. كانوا كانوا يعني آ... آ... معرفش الفكر اللي عندهم ده كان من من الجعران للحيوانات للطور للقطه للتعبين كل الاشياء عبدوها عشان كده الله عمل نموذج شعب للعالم نموذج في شعب بالظبط يظهر ذاته منه ده من خلاله يعني والشعب ده ينتمي لله الواحد لكل العالم لكل القبائل اللي حواليهم بالظبط والشعب ده ينتمي للاله الواحد ويكون مكرس للاله الواحد م. ويكون عبادته وسجوده وخوفه ومحبته للاله الواحد، فيرى العالم إن انه الله ده. واحد م. وانه يستطيع كل شيء ولا يعسر عليه امر. م. يعني يعني اللي ربنا مع شعبه كان كان بيجعل الشعوب الاخرى تتساءل من هو يعني هذا الاله؟ م. حتى لما خرجهم من ارض مصر ده ولد خوف في الشعوب في الاخرى, الشعوب الأخرى. إن انه 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 هناك اله عظيم يستطيع ان يصنع هذه العجائب كلها كويس فبرهنوا من خلال الاخت... قدموا صوره ايضا عن اهميه الايمان في علاقتهم بالله انه العلاقه مع الله مبنيه على الايمان مش مبنيه على الاعمال الشعوب م. الاخرى كانت كل علاقتها بالالهه الوثنيه هي اعمال انت عايز شويه قمح اجيب لك شويه قمح بس انا عندي طلبات واحد اثنين ثلاثه انت آآ آآ مش مديني اولاد انا هجيب لك اللي يرضيك كويس وهقدم لك اللي انت عايزه بس ايه اديني اولاد كانت كل حياتهم مبنيه على الحياه اللي بتحاول انها ترضي الالهه لانه الالهه امزجتها مضطربه م. بجد انت لما تقرا الـ يعني العبادات الوثنيه انه الالهه كانت امزجه متقلبه ما هو ما يعرفش هو النهارده كويس بس بكره ممكن يبقى اه مش تمام, آه مش تمام. المود بتاعه مش تمام مم. يعني فطب ف... يعمل معاه ايه؟ مم. لكن الامه اليهوديه ربنا من البدايه اكد على حقيقه الايمان وانه مش ممكن بدون ايمان لا يمكن إرضائه مهما عملت بدون ايمان وبدون نعمة من الله، إنه النعمة الإلهية في العلاقة مع الله والعلاقة مع الله علاقة شخصية، مش علاقة تروح للمعبد وترجع أو تعمل مسبح وتقدم عليه، العلاقة مع الله علاقة شخصية، لأول مرة في التاريخ هنا يظهر على إنه الله له علاقة شخصية مع شعب بحس كتير أبونا إنه إنه ده جوانا حتى احنا الأيام دي يعني احنا ما اتولدناش لقينا الهه ولا اتولدنا لقينا اوسان ولا اتولدنا لقينا الحاجات دي بس بالرغم من ده كله في حاجه جوانا شبه اللي حضرتك بتقوله م. انا بروح الكنيسه يعني في ناس يعني عايزه بس يعني تتقي شر ربنا عشان نرضيه نحط التقدمة نعمل الفرائض اللي علينا ونمشي كده يعني نسكن ضمائرنا بان احنا كده في السليم، احنا كده تمام. لكن هو في في الحقيقة هو لا بياخد حاجة ولا بيعيش بطريقة مختلفة فيما بعد، حياته ما فيهاش تغيير. فبحس إن احنا شبه الحركة بتتكلم فيه بس مش عارفين مم. إنه إنه دي ما تفرقش كتير عن الحركة بتقوله. يعني التاني كان ما عندوش إله، ما يعرفش يعني إيه الله، وعنده آلهة. احنا كتير بن بن بنتفادى بس مش آه. أكتر آه الاله هو ده طبعا التدين التدين الزائف مم. التدين الزائف هو ان انت مالكش علاقه بالله شخصيه بس انت كل اللي انت بتعمله اوكي هو طلب مني ايه اصلي له اصلي له اصلي له خمس مرات ماشي اصلي له خمس مرات واصوم له طب الصيام الكبير هو جاي انا اصوم الصيام الصغير جاي انا اصوم آه. طب هو عايزني اروح الكنيسه ومن حد واتناول انا هروح اتناول أحط عشوري واحط عشوري آه. بس هو في ناحيه وانا في ناحيه آه. يعني يعني الله اللي انا بعبده ده مش هو الاله الحقيقي بقى ده ده ده, ده صوره انا عملتها عشان كده لما ال 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 الكلام اللي قاله الرب يسوع كلام صادم جدا لما قال في الموعظه على الجبل كثيرون سيقولون لي يا رب يا رب اليس باسمك م. يعني يعني احنا عملنا كذا وعملنا كذا وعملنا كذا وعملنا كذا وعملنا كذا وهو الرد بتاعه يقول لهم ايه؟ اذهبوا عني لا ايه؟ اعرفكم لانه المعرفه هنا ما فيش انت عملت بس انت ما تعرفش ربنا يعني انت انت عملت علشان يمكن آه آه عايز حاجه من ربنا، انت تروح الكنيسه عشان بس تقول ايه انا شر اه كويس؟ بك يعني آه. سوري في التعبير اه هو ده, بس ده اللي انا ده, ال... ده, ده اللي, اللي موجود جوه ال... القلوب اوقات يعني ال... بقول الكلام بمسماته السليمه اللي جوانك بدون تزيين يعني انت رايح تعمل ايه؟ رايح اقدم عشوري، رايح اقدم تقدماتي رايح أ... ادخل الكنيسه، عارف يا ابونا دخول بس الكنيسه في حد ذاته بيعمل حاجة داخلية نفسية عند ناس كتير yeah. يقول لك النهارده رحت الكنيسة وفي ناس ما بتروحش كنايس خالص وهنا وده اللي قال عليه ده اللي اتقال عليه انه ال 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 الديانة او التدين هو افيون الشعوب م. اوقات كتيرة احنا بنروح الكنيسة نخدر ضمائرنا ابقى عامل وعامل 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 بس انا رايح الكنيسة عشان بس اخدر ضميري اقول انا عملت حاجة كويسة م. او انا اروح ادفع عشان بس اخدر ضميري مع انه اللي انا عملته ده محتاج ان انا اعترف بيه قدام الرب واتوب عنه واقبل الرب كمخلص شخص لحياتي وتتغير حياتي، لكن انا بعمله زي بالظبط زي الـ الـ المثل اللي ضرب الرب يسوع <applause> لما قال اتنين راحوا يصلوا كويس <applause> واحد وحش قوي اللي <applause> هو العشار، العشار ده في نظر الامه اليهوديه خاين، في نظر الامه اليهوديه حرامي لانه بيتعامل مع الرومان فهو خاين وبياخد ضرائب اكتر مما يستحق فهو حرامي هو شخص مرفوض لكنه اللي قدامه كان مين فريسي في فريسي في ده بقى يعني بيعشر كل حاجه حتى التوابل بيقدم عنها عشر يعني لو عنده كمون ونعناع ومش عارف في البيت ياخد الجزء منه بتاع ربنا ويروح يا هو مدقق جدا بس ده في نظر الناس اللي حواليه امانه بالظبط وهو لما وقف يصلي قال له ايه؟ اللهم اشكرك اشكرك لانه لست مثل باقي الناس الخاطفين السارقين الزنا ولا مثل هذا العشار يعني انا اعشر كل ما اقتنيه واعمل كذا كانك انت بتعمل حاجه لربنا انت بتستفضل على ربنا كانه المفروض يعني المفروض يعني يقوله المفروض مفروض ربنا إني, اني بعمل كل ده انت تبقى مختلف معي انا بقى لا وربنا يعني يشكره يعني آه انا بشكرك إن انت أنا بتفضل كده يعني, يعني آه, آه, اه لكن الكتاب المقدس قال لنا ايه انه إنه العشار ده وأن لما وقف في عدم استحقاقه قدام الرب وقال اللهم ارحمني انا الخاطي نزل الى بيته مبرر بيت ومبرر دون ذاك وحتى الكتاب دقيق جدا في أسماء استخدام اسماء الإشارة هنا يعني قال انه انه هذا العشار اسم إشارة القريب مبرر دون ذاك مم. اللي ظن ان نفسه قريب هو بعيد عن ربنا مم. قال له مش وعايز. عايز تقدماتك دي مش عايز. ومش عايز كل اللي انت جاي تقوله ده وانا عايز حاجه واحده بس اتجاه القلب اللي زي بالظبط اتجاه قلب بالظبط اللي عشار. كل حاجه بعملها بدون محبه لله مم. محبه صادقه لله مم. لا تساوي شيء مهما قدمت ان شاء الله حتى لو بنيت كنايس هو لا محتاج فلوس ولا محتاج صلوه ولا محتاج ترنيمه ولا محتاج لحن زي ما الاخ ماهر بيعلمنا في محاضرات العباده يعني دايما يقول كده فعلا انه هو مش مستني مني اي حاجه مش مستني كل ده هو شبعان منه بالظبط مكتفي بذاته مكتفي جدا فاحنا احنا يمكن ما عندناش اوثان زي الشعوب بس احنا عملنا اوثان احنا صرنا احنا اوثان الانسان صار نفسه وثن مم. كويس الـ الـ الماده صارت وثن الشغل صار وثن اشياء كثيره في حياتنا صارت اوثان حتى لما بنروح الكنيسه انا بروح الكنيسه بس انا انا مش في الكنيسه يعني انا انا في, قاعد في الكنيسه اقول هو امتى يخلص القسيس ده عايزين نخرج بقى يعني عندي شغل عمال يحسب حساباته عمال يفكر في شغله ماسك الساعه, ماسك الساعة. هو الاجتماع و... طول ليه؟ الاجتماع هو المرنم <applause> رنم ترنيمتين زياده ليه بعد الخدمه؟ طبعا انت مرنم فانت <applause> الحاجات دي <applause> معلش بس سيبنا فضفض شويه لكن هي الفكره فعلا انه انه ال ال اختيار الامه اليهوديه م. قدم نموذج للعالم م. انه الله لا يمكن إرضاءه بعيدا عن الايمان م. مهما عملت لا يمكن ارضاء الله بدون ايمان م. اي حاجه بعملها بدون ايمان لا تساوي شيء لا تساوي شيء في نظر ربنا، عشان كده بتمنى من الإخوة المشاهدين اللي بيسمعوني مم. يمكن أنت بتعمل كده لأنه ده اللي أنت تعرفه، بس صدقني مش هو ده اللي عايزه الرب، مم. الرب قال يا ابني أعطني قلبك، أهم حاجة إنك تدي قلبك للرب. أهم حاجة إن أنت تجعل المسيح يسوع مخلص شخصي يدخل إلى حياتك ويغيرك ويعطيك حياة جديدة، ده أهم شيء. اهم شيء مهما عملت اي شيء اخر دون دون ملهوش اي قيمه اكيد م. والشركه الحقيقيه بالضبط الشركه الحقيقيه مع الله م. لما نروح ليوسف نروح <applause> لي من ابراهيم ليوسف اوقات آه. 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 كثيره لما لما بنقرا مثلا ايه سفر التكوين م. ممكن الواحد في قاعده يخلص من اصحاح 12 الى 50 أوه. بس ما عندناش الاحساس بالزمن م. يعني الفتره الزمنيه اللي كانت ما بين ابراهيم ابراهيم ويوسف يوسف. دي قد كام سنه دي م. يعني آه فانا آه انا عارف انه الاخوه المشاهدين شاطرين في الحساب يمكن أكتر مني أوه. بس آه آه كتابيا انا بقول كتابيا في حاجه بخصوص الارقام بت... ساعات بتيجي في بالي، هل الارقام دي فعلا دقيقه للدرجه اللي اخدها بر... بالسنه مظبوطه كده ولا تقريبا؟ كويس طيب آه هو ممكن اخدها بالسنه لو انا مشيت على حسب الكتاب قال لي ايه؟ انا هقول لك حاجه ويمكن آه الشاطرين الاخوه المشاهدين لو معاهم ورقه وقلم آه انا جبت التاريخ ده منين؟ م. التاريخ ده سهل قوي نكت. يعني آه انا اقدر اوصل لتاريخ ابراهيم بسهوله م. كويس؟ انا عندي شاهد في سفر الملوك كويس الاول وفي اصحاح سته بيقول لي امتى سليمان دشن الهيكل اه كويس فبيقول لي انه في السنه الرابعه لملك سليمان ها أه؟ لما هو دشن الهيكل في السنة الرابعه لملك سليمان ملك سليمان تاريخيا سواء من الوثائق اليهوديه او الوثائق البرة اليهوديه لانه كان ليه علاقات ومعاهدات كثيره مع شعوب كثيره معروف قوي انه السنه, السنة الرابعه لملك سليمان كانت سنه 966 قبل الميلاد يبقى كانت سنة كام؟ 966 قبل الميلاد، كويس؟ بيقول السنة الرابعة دي هي في نفس النص الكتابي هي السنة 480 من الخروج. يعني إيه؟ يعني أنا لو عايز أعرف الخروج تم إمتى هعمل 966 زائد 480. آه يعني لو حطيت 480 هيطلع لي كام؟ 6 4 4 1 يبقى الخروج تم امتى؟ 1446 اه كويس؟ يبقى انا ماشي كتابيا انا ما جبتش حاجه من بره انا جبت من سليمان السنه الرابعه الملك سليمان 966 م. وقال لي هو في نفس النص انه السنه الرابعه دي هي سنه 480 من الخروج م. يبقى انا اضيف دي لدي هيطلع لي الخروج تم سنه 1446 446 ستة ستة قبل الميلاد م. طيب شعب اسرائيل قعد كام سنه في مصر؟ 430 وثلاثين. يبقى اضيف 400 وكام؟ و30 لو ضفت 430 هيبقى عندي 6 وعندي 7 و8 و1 يعني 1876 قبل الميلاد لما اتى يوسف بيعقوب وبالسبعين فرد من اسرته عشان يعيشوا في مصر كويس طيب ده كله كتابيا دلوقتي كتابيا تمام طيب يوسف سوري يعقوب لما نزل مصر كان عمره كام سنه لما واقف قدام فرعون قال له ما كم سنه عمرك قال له 130 صح؟ فأنا أضيف كام عشان أعرف إمتى اتولد يعقوب؟ اللي يبقى أنا لو ضفت 130 سنة يبقى أنا عندي 6 وعندي زيرو ها؟ صح كده؟ وعندي زيرو وعندي 2 يبقى أنا 2006 اتولد مين؟ اتولد يعقوب تمام 2006 قبل الميلاد اه مش 2006 بتاعتنا لا لا 2006 قبل الميلاد اه كويس فيعقوب اتولد 2006 قبل الميلاد طيب يعقوب اتولد لما كان آه اسحاق عنده كام سنه؟ 60 سنه مم. يبقى اضيف كام؟ 60 سنه صح؟ مم. عشان اجيب امتى اتولد اسحاق يبقى اسحاق اتولد سنه بكام؟ 2066 2066 سوري 2066 م. كويس؟ طيب لما اتولد اسحاق كان عمر ابراهيم كام سنه؟ 100 سنه 100 سنه دي معروفه كتابيا اه يبقى ابراهيم اتولد ها سنه 2166 تمام صح؟ انت تهتم مني تمام <applause> اه انت ضفت ال 100 بالظبط 100 على 100 <الميح> على ضفت ال <الميح> 100 يبقى 2006 2166 و... لما اتولد مين؟ ابراهيم ابراهيم <ميح> ابراهيم خرج احنا عمالين <ميح> نرجع من... <ميح> بالظبط ابراهيم ابراهيم خرج من اور وهو عنده 75 سنه <ميح> وهو عنده كام؟ 75 <ميح> وسبعين سنه يبقى انا آه لو جيت لدعوه الله لابراهيم كويس قبل ما يتولد اسحاق ب 25 سنه 2191 بالظبط ده تاريخ من تاريخ دعوه مين دعوه ابراهيم وانا ماشي كتابيا انا ما رحتش بره ولا جوه انا كل ده ماشي كتابيا احنا بداناها من يوسف بداناها من سليمان من سليمان والخروج ورجعنا ورجعنا اول واي لباك لحد إبرهيم. لحد ابراهيم انا ما اقدرش اوصل بعد كده صعب قوي ان انا اعدي لا ده كده حلو مو... أو... <تصفيق> بس <تصفيق> لكن للي حابب طبعا يعني المنطلق بتاعنا أوه. هيكون سفر الملوك الاول واصحاح ستة والاعداد الاولى انه في السنه الرابعه لملك سليمان وهي السنه 480 من الخروج حصل كذا كان سليمان ده شنو فانا 966 دي تاريخي مظبوط مظبوط تمام يعني آه. فدعوه الله لابراهيم 2191 لما نيجي بقى لنزول يعقوب واسرته لمصر كان سنه كام زي ما احنا قلنا 1876 1876 م. اهو يبقى كام سنه اصحاح 12 ل 50 غطى كام سنه 315. 315 سنه يعني سفر التكوين الجزء ده م. من 12 ل لي... لنزولهم مصر غطى 315 سنه من حياه ابراهيم اسحاق ويعقوب ويوسف يوسف لحد موت يوسف لحد لما ندخل الخروج مم. حد لحد موت يوسف بالظبط يوسف مات في اخر اصحاح في سفر الخروج مم. التكوين التكوين اه 315 سنه 315 سنه, سنة. لما نيجي بقى لدعوه الله لابراهيم عهد الله مع ابراهيم عهد الله مع ابراهيم مم. وال ابراهيم على فكره من الشخصيات اللي بتتفق عليها المسيحيه واليهوديه والاسلام طبعا القصه الاسلاميه مختلفه نهائي انا ما اعرفش هم جايبينها منين <applause> يعني القصه الكتابيه القصه اليهوديه عن ابراهيم اقدم بكتير قوي من الروايه الاسلاميه القرانيه وفي نفس الوقت يعني لو قلنا ان موسى هو اللي كاتب فانت بتتكلم على 1400 سنه قبل المسيح وبعدين الاسلام جه 600 بعد الميلاد فانت بتتكلم على 2000 سنه انت عندك قصه موجوده بقى لها 2000 سنه كويس وتيجي انت بعد 2000 سنه تشوهها وتجيب حاجات واسماء واشخاص اللي اسمه آزر إلى آخره ويعني حاجة كده حتى القصة ال 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 أنا مش هدخل في المجال ده لأنه احنا ليه ناس والأخ رشيد والأخ وحيد والأخت أماني دول يعني متخصصين وغيرهم نشكر ربنا في قناة الحياة عندنا مش هو عندنا طبعا. وانا بشكر ربنا لأجلهم لكن على الأقل كقاري أنا أقول أنت يعني انت حتى ما رجعتش هو هو اقل قارئ واقل باحث في في الاديان او بيقرا هنا وبيقرا هنا طبيعي خالص بيشوف هنا الاسماء غير الاسماء مثلا بيشوف هنا الاماكن جوه لا وهيك بتيجي في القران متنطوره يعني يعني ايه في الكتاب المقدس وحده واحده يعني يعني من اصحاح 22 لاصحاح 25 حياه ابراهيم م. يعني يعني وبياخدك بالتدرج 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 ماشي طبيعي انما مثلا في القران ايه هنا وايه في الاخر وايه في النص وانت بقى عليك تجمع وبعدين عايز اقول لك حاجه مم. ده مبدا عام هم يقولك لك الكتاب مقدس محرف لانه بيختلف مع مبدا عام دايما دايما الكذاب ما يدخلش في التفاصيل ليه مم. لان التفاصيل هتفضحه كويس يعني انت لو عايز تعرف واحد كذاب خش في التفاصيل هو هيقول لك حاجه عامه اول ما تخش في التفاصيل اه ما اجابه هيخترع تفاصيل ما عندوش اجابه, هي، إجابة. فدايما الكذاب يبتعد عن التفاصيل وبتقع, وبتقع منه حاجات بالضبط فهو لا بيتكلم عن مكان ولا بيتكلم عن ابراهيم راح فين ولا اسماء زوجاته ولا 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 ولا, ولا حتى الأماكن اللي راحها ولا رد فعله الطبيعي أنت اللي غلط بالظبط لا ده أنت و... اللي النص بتاعك مش بالظبط فهم بيكلمنيش عن أي حاجة لا, لا, لا يعني إنما الكتاب المقدس في في إبراهيم جه منين وراح فين ونزل أمتى واتجوز مين و... وأمتى في سنة كام خلف وفي سنة كام جه جي... جه إسماعيل و... وعلاقته بهاجر وعمل إيه مع أولاده طب حارب مين طب عمل إيه مع لوط كل, كل, كل التفاصيل ولو لو خدت المبدأ ده وطبقته كمان على على صليب المسيح مم. اللي بينكر انه وما صلبوه وما قتلوه مم. طب ما تقول لي تفاصيل لا 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 ما اقولكش تفاصيل طب ما انت عندك الكتاب المقدس فيه 40% من الاناجيل مخصصه للاسبوع الاخير من حياه المسيح قول لي اهو ت... قارن التفاصيل دي بالتفاصيل اقول لا مم. ليه لانه دايما الكذاب يبعد عن التفاصيل أوه. دي بس معلومه يعني بعيد عن ابراهيم بس حبيت انه ايه هي, آه هي خدتنا يعني خدتنا طبيعي. فعهد الله مع ابراهيم بيبدا من تكوين 12 مم. كويس تكوين 12 بيقول لنا ايه؟ وقال الرب لابرام هو كان اسمه ايه؟ ابرام, إبرام. قبل ما يبقى ابراهيم لانه في اصحاح 17 ربنا غير اسمه وقال له انت مش هيدعى اسمك فيما بعد ابرام لانه ابرام معناه الاب آه الاكزالتد او الممجد مم. انه شخص كده المحترم الاب الوقور الممجد اكزالتد فادر لما بقي في ابراهيم في تكوين 17 اتغير بدل ما بقي اب ممجد الى اب الكثيرين يعني فادر اوف ملتيتيود يعني اب لشعوب ولناس كثيرين هل تغيير الاسم ده ليه دلاله طبعاً اعمق من كده؟ الاسماء في الكتاب المقدس ليها دلاله مهمه جدا ليه؟ لانه يعني ليه ما كانش استمر ابرام؟ لانه لانه ابرام شخص واحد هو الغرض من حياه ابراهام انه يبقى اب الامم كثيره م. ولا شعوب كثيره عشان كده اتغير اسمه الاسم اصبح يشير الى الغايه دور. والهدف من وجوده اه يعني يعني فالهدف والغايه من وجوده وجوده انه يبقى اب الامم كثيره م. وده اللي حصل وبتظهر ايضا نعمه الله حتى لما ربنا غير يعقوب الاسم اللي كان معناه مخادع او المتعقب اللي خرج وهو ماسك بعقب اخيه كويس وكانه يعني دايما كنت اقول انه إن يعقوب لو كان عنده قوه كطفل بيتولد انه يدخل اخوه مره تاني عيسو بطن رحم امه ويطلع هو الاول كان عملها بس خرج وهو متعقب م. أخي ربنا قال له فيما بعد لا يدعى اسمك يعقوب لكن اسرائيل امير الله م. انت خلاص موضوع الماضي بتاعك ده يختلف عن اللي جاي والمستقبل فابراهيم يعني عمل كده علاقه بال... بالاهداف والمهام بالظبط والادوار بالزبط. الرئيسيه ده لكل شخصيه فالرب قال لابراهيم ايه اذهب من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك الى الارض التي اريك فاجعلك ام عظيمه واباركك واعظم اسمك وتكون تكون بركة. بركه وابارك مبارك مباركيك, مباركيك ولعنك العنو م. وتتبارك في, في جميع, جميع قبائل الارض بص هنا شوف أيه أول حاجة العهد دون اللي قطعه الرب مع إبراهيم، م. قال له إيه؟ أول حاجة فيها أجعلك أم عظيمة. أنت مش بس هتبقى أمة، لكن أم عظيمة. مش عظيمة في العدد، عظيمة في الرسالة والغاية والهدف اللي أوجدت منه. تكون نور للشعوب. م. وده اللي فشلت فيه الأمة اليهودية فيما بعد. كويس؟ لكنه الغرض منها أجعلك أمة عظيمة، كل من ينظر إليك يرى عظمة ورحمة وغفران الله وأباركك يبقى الحاجة الثانية إيه فيها بركة يبقى في أجعلك ام عظيمة وأباركك وأعظم اسمك يبقى دي ثالث حاجة وهنا لو رحنا إلى أصحاح 11 هنشوف في تناقض ليه لأنه لما جم يبنوا برج بابل قالوا إيه اللي يكون لنا اسم مم. هم عايزين يصنعوا لانفسهم ايه اسم مم. يعني يكون لهم اسم يعني ايه التاريخ ما ينسوهمش ما ينسوهمش يبقى يخلدوا يخلدوا الى الابد يكون مم. لنا اسم عظيم هم حبوا يجعلوا لانفسهم اسم اللي هم اللي هم لما جم يبنوا برج بابل الشعوب والأمم اللي اجتمعت عشان تعمل برج بابل ويجعلوا راسه في السماء يعني يعني حتى انه يتحدوا بيه الله. م. هما يعملوا اسم ليهم يتحدوا بيه الله. كويس؟ راحوا فين الشعوب دي؟ انتهت. التناقض اللي حضرتك اشرت التناقض بقى هنا ايه؟ يروح ربنا واخد واحد شخص بسيط غلبان ياخده ويجعل الله له اسما. ويصنع معاه والنهارده الاسلام بيتلزق في ابراهيم اليهود بيقولوا ده ابونا واحنا بنقول ان ده ابونا فهو طول. ابو الايمان م. وابو اليهود بالجسد م. فهو صار له اسم عظيم مين النهارده ما يعرفش ابراهيم م. مين في الشعوب وعلى مدار التاريخ ما يعرفش قصه ابونا ابراهيم م. صار الرب عمل له اسم ودي دي حاجه بقول انه الانسان اللي بيحاول انه الكتاب مش متناقض الكتاب مش متناقض لا الفكره إيه إيه دي الفكره مهم. ايه لما انت بتعيش لذاتك عشان م. تصنع لك اسم انت انت ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه م. يعني يعني واخد بالك م. الحقيقه دي م. لكن لما بتعيش مع ربنا وربنا بيكرمك ربنا بيباركك وبيبارك اولادك ويعظم حياتك ويجعل من حياتك بركه الكثيرين اه يعني حضرتك تقصد ده التناقض اللي موجود بالظبط اللي ما بين آه الجماعه اللي الشعوب اللي كانت عايزه تعمل لها اسم قبل ابراهيم وكيان ووجود وما, وما بعدهم اللي هو بالزبط. آه واحد مختلف تماما يعني هل تقصد الاختلاف ده اقصد انه اه طبعا ده التناقض اللي عايز اقوله اه ما بينش ما بين اتجاه الدور واتجاه ده اتجاه الشعوب انه نصنع لأنفسنا اسما مم. ان الانسان يصير كالله عايز هو يبقى يعني هو هو السيد ابراهيم انسان عايش بالايمان مم. بس مين النهارده اللي له اسم في كل التاريخ ابراهيم ابراهيم طب ابراهيم ده يقارن بالشعوب اللي قبل كده لا من حيث القوه والجاه والغنى والعظمه أنا اضعف لا. خالص منهم لكنه مم. عايش مع الرب ده اللي عايز اقوله انه اوقات ربنا اختار الله جهال العالم مم. واختار الله المصدر والغير موجود الموجود. يعني يعني ودي عظمه الرب انه انه اختار ابراهيم وعظم عظم اسمك وتكون مم. بركه كويس ودي رابع حاجه مم. وابارك مباركي خامس حاجه ولعنك العنه مم. وطبعا اللعنه هنا ليست معناها زي ما احنا بنشتم ونقعد نلعن لا اللعنه مم. معناها انك تمنع البركه اه انه 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 الرب يمنع البركه وتتبارك في جميع قبائل الارض وانا عايز اقول لك حاجه واحنا نتكلم على الامه اليهوديه للاسف احنا كمسيحيين شرق اوسطيين احنا لاهوتنا عن الامه اليهوديه لاهوت اسلامي اقولها مره تاني لاهوتنا كمسيحيين عايشين في العالم العربي متاثر بالاسلام اكثر ما هو متاثر بالكتاب المقدس مش بنستلمه من كلمه الله بالظبط وعشان كده يعني انا بحزن كتير لما حتى خدام وغير خدام واشخاص يبقى يعني نظرتهم للامه اليهوديه نفس نظره الاعلام ونظره السياسه ونظره القاده هل ده عن جهل ولا ولا عن علم ولا هم يعني بيسايروا بس هو بص طبعا العالم يعني اللي ماشي هو هو طبعا يعني في جانب سياسي لانه يعني هو يخاف يقول حاجه كويس وفي جانب لاهوتي ويمكن مره يجي لنا يعني وقت نتكلم فيه انه إنه إنه يعني في لاهوت بنسميه لاهوت البدل أو بيسموه ريبليسمنت ثيولوجي، يعني يعني الكنيسة حالت مكان حالة الأمة مكان اليهودية فانتهى الموضوع ودول فعلاً أحفاد القردة والخنازير وإنه ما لناش علاقة بيهم وإنه دول شعب خاين وشعب مغضوب عليهم وإلى آخره من من الأشياء دي كلها. آه بس عهد الله مع إبراهيم عهد غير مشروط. يعني يعني عهد يتوقف تحقيقه على الله وليس على إبراهيم وما فيش في التاريخ البشري كقارئ أنا أقول مش دارس بس أقول كقارئ في البشري كله ما فيش شعب إنه أبارك مباركيك ولا عينك, ولا عينك ألعنه ما في شعب لا عن هذا الشعب حتى بالرغم من خطيته، وتبارك يا yeah. وتبارك mm. يعني يعني ال عشان كده بقول انه اواد كثيره اللاهوت بتاعنا حتى عن الامه اليهوديه وابراهيم وغيره لاهوت اسلامي أكتر ما انه يعني بالذات عامه الناس يعني يعني mm. آه اللي مش فاهمين او دي. اللي مش فاهمين mm. واللي مش دارسين وانا وانا مش بقول انه الناس دي يعني آه أنا أنا بحط اللوم على القيادات وبحط م. اللوم على المسؤولين وعلى المعلمين يعني على الأقل يا جماعة إيه إيه على الأقل أنا بقول دايماً اليهودي بيشترك معايا في أشياء أكثر ما بيشترك معايا المسلم. م. يعني أنا اليهودي بيشترك في إيماني بثلثين الكتاب المقدس. المسلم بيرفض كل كتاب مقدس. محرف كله. يعني يعني أنا مش هقول إنه يعني لا أنا أقول حتى حتى في الـ 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 التشابه في بيني وبينه يعني حتى لما اجي اقرا قصه ابراهيم انا برجع للقصه العهد القديم، لما اجي عند داوود برجع للعهد القديم، انا بؤمن بتلتين اللي بيؤمن بيه وهو بيؤمن بتلتين اللي انا بؤمن بيه، يعني يعني هو بيرفض العهد الجديد بس انا بؤمن بالعهد القديم كله وهو بيؤمن بالعهد القديم ففي قاعده مشتركه حتى في الايمان بينه وبين اليهود انما فكره بقى التفكير الاسلامي او المحمدي او القراني عن الامه اليهوديه احنا عايزين لاهوتنا ما يبقاش متاثر بالسياسة ولا متاثر بالمجاملات المجاملات والاسلام عايزين لاهوتنا يكون مبني على كتاب مبني على كلمه الله أه ما اعرفش النقطه دي جت السكه لكن عهد الله مع ابراهيم بقى هذا العهد اعلن في تكوين 12 لاهميته ما انت لما بتكرر حاجه او ربنا بيكرر حاجه بيكررها التاكيد وللاهميه فاول حاجه ربنا اعلنه لابراهيم في تكوين 12 اخرج اذهب من ارضك ومن عشيرتك كويس لما يجي بعد كده بقى ربنا قطع هذا العهد يعني يعني مراسم قطع العهد او مراسم توثيق العهد جت امتى؟ جت في تكوين 15 لما عمل ذبيحة ورب مشي وسطيها وإلى آخره فأنت بتكلم عن ربنا أعلنه الأول إبراهيم كويس وبعدين قطع هذا العهد مع إبراهيم في تكوين 15 وبعدين أكد هذا العهد في تكوين 17 لما اداله علامة العهد الختام اداله علامه العهد اللي هي ايه؟ دي الختان دي اشاره الى تاكيد العهد تاكيد العهد وبعدين اتكرر نفس العهد مع ابنه اسحاق ربنا اكد العهد تاني مع نسله واكده مره اخرى مع يعقوب م. في تكوين 28 ليه؟ لانه العهد ده العهد الابراهيمي سميه عهد مهم جدا لو خدنا لاهوت العهد القديم البعض بيلخص لاهوت العهد القديم في كلمه واحده بس covenant عهد. عهد ليه؟ لانه اساس هذا العهد هو العهد الابراهيمي مم. والعهود اللي جت بعد كده بتبنى على هذا العهد. اوضحها مره ثانيه. طيب. العهد الله مع ابراهيم سواء من تكوين 12 او تكوين 15 او تكوين 17. عهد الله مع ابراهيم بيشمل ثلاث عناصر اساسيين. ثلاث عناصر اساسيين جدا. قلنا الاولاني أول... اول لا سيبك من السبعه دول انا ألخص السبعه آه. دول في ثلاثه. اه اول حاجه العهد ده شمل نسل. اه ابراهيم كان ما عندوش ولاد وساره كانت عاقر وربنا قال له هجعلك ام عظيمه. طب ازاي؟ ما لازم يجي اب ازاي؟ عشان كده جه ابن الوعد اسحاق كويس؟ وجي بعد كده من اسحاق جه يعقوب ومن يعقوب جاء 12 سبط ومن 12 سبت جت الامه اليهوديه. مم. كلمه نسل سواء في اللغه الاصليه بتاعتها اللي هي بتبقى كلمه زرع بتعني بتبقى بيسموها كوليكتيف ناون. يعني ايه كوليكتيف ناون؟ يعني ممكن تيجي بالمفرد وممكن تيجي بالجمع. يعني ما ينفعش تحط مثلا كلمة الزرع وتحط لها علامة الجمع في في العبري هي زرع ممكن تبقى مفرد ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى جمع تمام لما يجي بقى بولس الرسول يتكلم عن النسل هنا قال انها جت بايه؟ بالمفرد م. لم يقل انسال بل ايه؟ نسل, نسل. لانه النسل ده اشارة لمين؟ لشخص المسيح اللي من خلاله تتبارك جميع قبائل الارض الارض يبقى اول عنصر اساسي في وعد الله وعهد الله وميثاق الله مع ابراهيم النسل. كان النسل. الجزء الثاني في وعد الله كان الارض. اه ما انت هتدي له نسل ويبقى شعب م. بس ازاي هيعيش؟ لازم تدي له ارض. كويس؟ وعلى فكره الارض دي لم تكن هي المره الوحيده اللي في التاريخ البشري ربنا ادى لشعوب ارض، شعب ارض. يعني دايما نقول ربنا ازاي ربنا يدي للامه اليهوديه ارض كنعان كويس لكن ربنا ادى للفلسطينيين جابهم من كفتور كويس زي ما خدنا المره اللي فاتت في عاموس تسعه أي. فربنا بيعطي بيعطي اراضي لناس مم. الشعوب اللي كانت ساكنه هنا كانت شعوب شريره والرب اعطاها فرص وفرص 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 لمئات السنين لم تتب وأتى وقت الدينونه مم. فأنا كصاحب البيت ما هو ربنا هو صاحب الأرض صح؟ له الأرض والمسكونة وكل الساكنين فيها أنا لو أفرض أن أنا عندي أبارتمنت بيلدينج وفي مثلا عشر شقق وعندي مثلا شقتين ثلاثة سكان ما فيش أوحش من كده الزبالة بره وتكسير في البيت وزعيج وزعيق على الناس وبقوا يعني. خطر على الناس بقوا كمان خطر على الناس وبعت لهم انذار مره واثنين وثلاثه واربعه كويس ومش عايزين تعمل فيهم ايه؟ لازم اطلع الكارت الاحمر بالظبط وتدي المكان ده لمين؟ لناس تانية ناس ده اللي بيعمله ربنا سواء احنا اردنا او لم نرد سواء انت شفتها كانسان بهذا الشكل او لم تراها دي الحقيقه اللي بيعملها ربنا فالارض ربنا وعدهم بالارض وعدهم بأرض كنعان. كويس؟ فدي النسل مهم جدا والأرض مهمة جدا. آجي للنقطة الثالثة البركة. يبقى دول الثلاث عناصر. إنه أباركك أرض وبركة بركة كويس؟ أباركك فتكون بركة. مم. تكون بركة للأمم. ربنا قالها أباركك أبارك مباركيك ولاعنك ألعنه. الثلاث عناصر دول بقى يا بيتر، الثلاث عناصر دول مهمين أو ليه؟ لانه العهود اللي جاية في الكتاب المقدس والمواثيق اللي جاية في الكتاب المقدس بعد كده مبنية على ده أقول لك إزاي لما تيجي مثلا للأرض العهد المساوي مبني على الأرض م. العهد المساوي مبني على الأرض وعشان كده لما كانوا بيعيشوا بحسب الناموس ربنا بيخليهم في الأرض طب لما بيعبدوا الأوثان ويعبدوا آلهة أخرى كان بيطردهم بره الأرض بيعاتهم للسبي هل ده كسر, كسر للعهد؟ ما هم كسروا العهد هم اللي كسرينه بالظبط بس هو ما كسروش هو ما كسرهوش أوه. بس هو بس هو, كسروهم للعهد. العهد الوحيد اللي كان في كتاب مقدس فيما بعد عهد مشروط هو عهد الارض انك لو عشت في الارض وقطعت وصاياي وخفت الرب الهك واتقيته أنه رب هيبارك ارضك ويبارك زرعك ويبارك نسلك مم. ويجعل السماء من فوق تمطر والارض تخرج الى اخر البركات الموجوده في سفر التسنية اصحاح 28 مم. طب اذا بقى انا جبت أوسان وعبدت في الارض وسفكت الدماء ظلما وقدمت الاطفال ذبائح وقدمت ذبائح بشريه انا هبقى فين تطلع بره فده العهد المساوي اكيد أخ... العهد بقى الثاني اللي هو النسل أوه. ده بقى العهد الداودي لما م. ربنا قطع مع داود داود عهد وقال له إيه؟ م. إنه نسلك إنه الخارج من صلبك إبنك هيقعد على كرسيك إلى الأبد م. في سفر صموئيل الثاني أصحاح سبعة وده م. إشارة للمسيح كويس؟ نسل داود البركة بقى هي العهد الجديد اللي هو م. موجود في سفر أرميا من أصحاح 31 إلى 33 ها ايام تاتي يقول الرب واقطع عهدا جديدا مم. ليس على العهد القديم مم. عهد انقش فيه نواميسي على قلوبكم الى اخر الجزء ده ده البركه ده العهد الجديد بدم يسوع المسيح. مم. فالعهود دي كلها مهتم مهمه جدا ليه؟ لانها متضمنه في عهد الله مع ابراهيم. اه يعتبر اساس العهد اساس العهد اساسه وعشان كده ابراهيم يعتبر هو ابو الايمان مم. ولما نيجي للعهد الجديد هنشوف ازاي ابراهيم حتى استخدم في اكثر من مره اشاره إلى 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 هذه العهود اللي قطعها الرب اللي قطعه الرب مع مع ابراهيم أنا بشكرك دكتور اشرف بس اكيد هنكمل اكيد احنا إحنا لينا, لينا تكمله يعني احنا لسه ما لينا تكمله اكيد بس يعني الجزء المهم في حياه ابراهيم وده يمكن الجزء اللي قبل ما نختم انه ابراهيم آآ الايمان عاش بايمان مع الله كان م. رجل ايمان آه. والايمان اتبرهن في حياه ابراهيم من خلال الطاعه ابراهيم اترك واذهب حاضر م. طب اروح فين؟ مالكش دعوه هو خرج وهو لا يعلم الى اين يذهب م. لكنه خرج وهو يعلم مع من يسير الاله اللي كان بيقوده ويرشده ويحامي عنه فالايمان الصوره الـ 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 الوجه الـ الوجه الاخر للعمله الواحده اللي هي الايمان طاعة. هو الطاعه وانا بصلي انه رب يعطينا كمؤمنين حياه الطاعه لان الطاعه هي برهان للايمان امين يا دكتور اشرف وانا بشكرك جدا عفوا وهنكمل أكيد, اكيد موضوعنا لسه في تكمله كبيره وبشكركم احبائنا في كل مكان على وقتكم ومشاهدتكم منتظرينكم في تكمله لسه للموضوع الله عايز يصنع عهد معاك عايز يقيم عهد معاك مش مبني على شرط مبني مم. على امانته لكن انت تديله له قلبك وامسك في العهد معاه وهو المسؤول أمين. امين الي ان نلقاكم في حلقه قادمه ليكم مني كل الشكر رب معكم